إذن لكل إنسان الحق أن يحب، لكل إنسان الحق أن يعيش، ولكن دائما هذا الحق له ضوابط وله أمور شرعية وقانونية. معي أيمن إبراهيم من الجنسية المصرية، متزوج من الفلبينية جيني. مساء الخير أيمن. مساء النور. أهلا فيك. أهلا فيك. جيت على بيروت، تغربت من مصر على بيروت لتتزوج بشخص أو سيدة فلبيني. ماشي. كيف صارت الأمور؟ اشرح لنا، خبرنا. والله أنا أول مرة يعني أول مرة شفتها كنا بالمطعم. نعم. عرفت بالمطعم، شفتها عندنا شي ساعة، كنا وقت الغداء يعني، كانت حفلة، شفتها تعرفت عليها أول نهار، طبعا ما قدرت أحكي معها كذا. المهم يعني عندي ناس ما بتحكيش مصري خالص، بتكلمك مصري. ماشي. صرت تحكي لبناني هلا، صرنا نحن نحكي مصري، صرت انت تحكي لبناني. يلا خدت بالك. فالمهم في حد بيشتغل مثلا في المطعم، انا اعرفه مثلا، بنت كمان، قلت لها عاوز اخذ رقم التليفون باي طريقه. قعدت اسبوع لا وصلت رقم التليفون، ومن بعد اسبوع مشي الحال، تعرفنا على بعض شوي، فتره 6-7 أشهر بعدين مشي الحال. هي عم تضحك، فهمي ال بتعرف انت بتفهمي عربي شوي يس، بس اي سبيك مور انجلش ذان عربي. ما في مشكله، انت احكي ونحن بنترجم للمشاهدين. مرتاحه مع ايمن؟ شو بالفلبيني؟ مش يعني ار يو هابي وذ ايمن؟ يس اوف كورس اوف كورس يس. اخذت على مصر؟ ايه طبعا اخذت على مصر. انا عندي صبي. عندك صبي؟ عمره سنتين وشوي. يعني اهلك عارفين؟ طبعا. ومجتمعك عارف. انت ما كنت متزوج بمصر؟ لا ابدا، لا. اول زواج لك هون؟ اكيد. وهي كانت تشتغل حتى بمكان، وقت اللي كانت بتشتغل بالاشرفية طبعا، وبتعرف انت انه قصة الكفيل بقى شوي بيحكم الموظف عنده، سواء كان بنت او شاب يعني، معروفة الكفيل. نعم. يعني كتير بصعب الامور. بس انا اول شيء بعد 4-5 أشهر 6 أشهر قلت له اعطيني رقم الشغل، وحكيت معه قلت له بدي اشوفه كذا، المدام محلها بتشتغل، لان هي لحالها، هي والمدام لحالها، ما عنده حدا يعني. فروحت والله قعدت انا والمدام حكينا مع بعض وكذا، ارتاحت المدام وارتحت للمدام، اتفقنا على كل شيء. قلت له شو المطلوب؟ قلت له والله 1-2-3 هيك. قلت له اوكي، بس بليز انه تخليها تشتغل عندي شوي وكذا. قلت له والله بس لفتره مؤقته، لانه ما فيني اخليها تشتغل بصراحه، رح تضل بمصر يعني. قلت له اوكي بس بليز، لان انا لحالي وكذا، واعطيني شويه وقت. قلت له ما في مشكله. طيب كيف تزوجتوا؟ باي على اي طريقه؟ اي ثينك يو ار كريستيان نو؟ يس يس. يعني هي مسيحيه وحضرتك مسلم. باي طريقه تم الزواج؟ اول شيء خصوصا هلا موضوع الزواج المدني بالبلد. لا بس ما انا اول شيء وقت اللي رحنا على الجواز قلت له بس بدنا نتجوز، بدك اكيد بدنا تحكي تنطق الشهاده عند الشيخ. نعم. يعني اعتنقت الاسلام. فراحت. هلا يمكن اعتنقته حكي او من القلب، ربك عليم. بس رحنا عند الشيخ ورحنا على المحكمه السنيه وعملت ورق الجواز وكل شيء. وانا يعني قصه الدين هي كل واحد على دينه يعني، بس انه اهلك ما اعترضوا؟ اي لا طبعا. مش انه لا عاوزينك تاخذ بنت بلدنا وعاوزينك؟ ما حدا بياخذ اكثر من نصيبه. يعني كل واحد له نصيبه يعني، الواحد ممكن يقعد يجيب 100 عروسة بالنهار، بس نصيبك وين ما بتعرف. شفت كمان انه اصحابك متزوجين فلبينيه؟ انا بعرف كثير مساروة ولبنانية وبعرف كثير. طيب هل الزواج اللي تم عفوا مع جيني تم عن حب؟ طبعا. ولا تم انه انت رجل عايش وحيد ببلد مغترب بحاجة الى سيدة تكون معك وترافقك بحياتك؟ لا 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 اكيد لا، عن حب طبعا. لو مش عن حب اكيد مش يعني مش عارف العالم كله يعني. شو قدمت لها بعيد الحب؟ شو قدمت لها بعيد الحب؟ فيك تسألها بتقول لك لو قدمت لك اي شيء، ما بتحب شيء غير الورد، بكي ورد عندها اهم شيء، عندها بكل ورد اكثر من اذا بعطيها قد شو بتخطر على بالك، بكل ورد عندها بيسوى الدنيا. What did he get you in Valentine? He gave me 1 dozen of red roses. Red roses only? Yes. And it's his enough? Heart. It's enough? he's
he always give me love more than I deserve. أعطاك الحب. Yes. You need it. You need it. Yeah. I don't need any material things from him. Mm. Why cry? Why you cry? I just need this and accept me who I am. What's the problem? No, because I am Filipina. So what? And so most what? Of Arabic man, sorry. Okay. We look the Arabic man, they look Filipina. Very. No, it's not really. No, it's just I see yeah. When I come in Lebanon, I don't say that all the Arabic man. يعني هي عم تحكينا طبعا هي عم تحكينا بكيت جيني سألتها ليش عم تبكي قلت لي لأنه قبل فيي مثل ما أنا قلت لها ليش وين المشكلة بهذا الموضوع قلت لي إني أنا فلبينية قلت لها وإذا أنت فلبينية يعني ليش يعني وين المشكلة قالت لي لأنه الرجل العربي دائما بينظر للإمرأة الفلبينية إنه هي أقل مستوى وعجب بهذا الموضوع لأنه ما بعرف أنت كنت تشوف هذا الموضوع أيمن؟ أبداً أبداً لا شو الفرق يعني كل واحد يعني هي إنسان وأنا إنسان لا أبداً but I'm lucky to have him because he always treat me he always treat me like his queen. الله. Yes. هي محظوظة كثير لأنه تجوزها أيمن لأنه بيعملها كملكة طيب يعني الواضح إنه الحب اللي بيجمع شخصين بالغربة يعني شخصين مغتربين ببلد غريب لما يجمعهم الحب بيجمعهم يمكن بصدق أكثر لأنه بيكون الشخصين بحاجة لعاطفة ولا رعاية. مزبوط. صحيح؟ أكيد. زرت الفلبين شيء رحت تعرفت على أهلها؟ والله لا على التلفون بس وعلى الإنترنت بس أنا رحت من حوالي عن شهرين قبل ما ينقلوا السفارة على بعد نعم. ورحت على سنة أقدم على فيزا وكذا قالوا بي قصة نقلة ومنقلة. قد إيه لك بلبنان؟ أنا؟ إيه. بال 96 بس بروح وبيجي وقد إيه لك مجوز؟ سنة هلا 3 سنين تقريبا. قد إيه عمره ابنك اسم الله؟ 2 سنين وشوي. شو سميته؟ محمد. شكله كيف؟ لا طلع شكله طالع عربي او اسيوي؟ لا طلع مصري 100% مصري 100% طيب انا بدي اتشكرك ايمن ثانكس فور يور كامينج جيني اند يعني هابي فالنتاينز مع انه بعدنا هلا طالعين من شريعه حول احقيه ممارسه طقوس هذا العيد